بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة في أكاديمية مدرسة الإمارة الدولية، اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى رح ننتقل إلى درس جديد اللي هو بعنوان إذا عندنا التكامل بالتعويض. التكامل بالتعويض إذا نستخدمه، إذا عزيزي الطالب، إذا لحل مشكلة اللي هو عندنا حكينا أكثر من مرة إنه التكامل ما بتوزع لا على الضرب ولا على القسمة، وبالتالي إذا عندنا طريقة تكامل بالتعويض بتساعدنا لحل إذا هذه المشكلة. الآن راح نأخذ إذا عندنا أمثلة ونحل اللي هو عندنا الأمثلة الموجودة والتدريبات الموجودة بالكتاب. إذا في عندنا مثال رقم واحد، إذا عندنا مثال رقم واحد بيقول لنا جد تكامل، إذا عندنا جد إذا تكامل اللي هو 6 سين القوة 5، 6 سين القوة 5 إذا مضروبة إذا في إذا سين القوة 6 زائد 4 زائد 4 الكل القوة 7. طبعا كل هذا عزيز الطالب إذا دال اللي هو عندنا سين. هلا شو بنلاحظ إذا عزيز الطالب؟ الآن بدي أحل إذا هذه الطريقة، هذه التكامل بالطريقة التقليدية، لازم إني أضرب سين القوة 6 زائد 4 7 مرات. وطبعا راح تاخذ معنا هذه الاشياء تاخذ معنا وقت، وبالاضافه للاخطاء اللي راح نخطئها، وبالتالي اذا لابد من طريقه اذا تعالج اذا 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 هذا النوع من من هذا المسائل. اذا قلنا اذا شو بدنا نعمل الان، اذا بنفرض اذا هو طريقه حل اللي هو عندنا التكامل والتعويض، نفرض دائما عزيز الطالب اللي داخل اللي هو عندنا القوس اللي هو بنفرضه صاد. طبعا لا بلاحظ اذا عزيز الطالب لازم يكون في يعني خلينا نقول علاقه بين مشتقه ما داخل القوس او ما داخل الجذر او ما داخل الاس بشكل عام مع اللي هو عندنا خارجه. الان من خلال امثله ان شاء الله بتوضح الامور. اذا نفرض اذا اول شيء اذا عندنا صاد، اذا صاد يساوي اذا عندنا الحل الان صاد يساوي اللي هي عباره عن سين اس 6 اذا زائد اللي هو عندنا 4. أنا الآن هذا فرضته إذا عزيز الطالب إذا صاد، وبدي الآن أبدل كمان لازم أقلب المسألة كلها بدلالة صاد. هلا شو بنعمل الآن؟ بشتق الطرف، بشتق الآن بقول دال صاد، إذا دال صاد إذا على دال سين إذا تساوي شو مشتقة إذا سين قوة 6؟ اللي هي 6 سين للقوة اللي هي عندنا 5. وبعدين شو بعمل؟ بضرب ضرب تبادلي. إذا شو بستنتج الآن؟ إنه دال الصاد إذا دال الصاد إذا تساوي دال 6 سين قوة 5 مضروبة في دال السين في دال اللي هو عندنا السين. يتضمن ذلك إنه دال السين إذا دال السين ماذا تساوي؟ لو قسمنا الطرفين على 6 سين قوة 5 إذا تساوي اللي هي دال الصاد إذا على 6 سين للقوة اللي هو عندنا 5. الآن عزيز الطالب في طريقة مباشرة، مثلا هون عندنا شو بنعمل الآن مباشرة، إذا دال السين إذا شو تساوي مشتقة صاد اللي هي دال الصاد على مشتقة اللي هو بجنبها اللي هي الفاردينو اللي هي سين اللي هي 6 سين القوة قديش هون عندي 5. هاي طريقة مختصرة بس حتى أبين إنه منين إجت إذا هذا إذا منين إذا إجى هذا إنه دال سين منين إجى. وبعد ذلك الآن نرجع الآن للمسألة، إذا صار عندنا الآن تكامل إذا 6 سين للقوة 5 إذا فرضنا إذا قلنا داخل الأس عبارة عن صاد إذا بفرض صاد طبعا كل هذا القوة 7 مضروب في دال السين، دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على 6 سين للقوة اللي هو عندنا 5. وبعدين بنختصر بنلاحظ إذا هذه محال بتروح إذا ويساوي إذا عندنا تكامل إذا صاد القوة 7 إذا عندنا دال الصاد. وهذا إيش بيساوي عزيز الطالب؟ ويساوي صاد القوة 8 إذا على 8 إذا زائد اللي هو عندنا ثابت تكامل اللي هو عندنا جيم. إذا أصبحت إذا المسألة إذا مشابهة للأشياء اللي كنا نعرفها اللي هي زي سين مثلا قوة 7 دال السين، أو مثلا لام قوة 7 دال اللام. وبالتالي الآن شو بنعمل؟ بنرجع قيمة الصاد إذا عزيز الطالب اللي هي عندنا قيمتها اللي هي عبارة عن سين القوة 6 إذا زائد اللي هو عندنا 4 كل هذا القوة 8 إذا مقسوم إذا على 8 مقسوم على 8 زائد اللي هو ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم.
هذه طريقة بسموها طريقة إذن التكامل إذا عندنا بالتعويض. وإن شاء الله من خلال الأمثلة الآن راح نفهم إذا عندنا أكثر عجزة الطالب عجزة الطالبة. نأخذ كمان مثال الآن. في عندنا مثال رقم 2، إذا مثال إذا نناقش مثال رقم 2، إذا عندنا مثال إذا عندنا رقم 2. شو بحكي لنا مثال رقم 2؟ بده تكامل، بقول لنا جد تكامل اللي هو سين القوة 3 مضروب في الجذر الثالث، هاي الجذر الثالث، الجذر الثالث للثلاث سين القوة 4، ثلاث سين القوة 4 زائد اللي هو عندنا 4، كل هذا دال السين، إذا كل هذا دال اللي هو عندنا السين. إذا الآن شو بدي أعمل إذا عزيزي الطالب؟ إذا نيجي الآن للحل. إذا نرجع إذا هذه المسألة إلى طبيعتها، اللي هو عندنا صار التكامل، إذا سين للقوة 3 مضروبة في 3، إذا عندنا سين للقوة 4 زائد إذا عندنا 4. طبعا الآن إذا أس لو الداخل على الخارج اللي هو عبارة عن 1 إذا على 3، 1 على 3 اللي هو عندنا دال السين. هلا الآن شو بنعمل الآن؟ بنلاحظ الآن نفرض لو فرضنا الآن 3 سين قوة 4 زائد 4 صاد واشتقيناها، بنلاحظ في علاقة بيناتهم، وبالتالي إذا نفرض اللي هو عندنا صاد، إذا نفرض اللي هو عندنا صاد تساوي، إذا نفرض صاد، إذا صاد تساوي 3 إذا سين للقوة 4 إذا زائد اللي هو عندنا 4. إذا نفرض اللي هو عندنا هون هذه تساوي، خلينا نعيدها، إذا نفرض إذا صاد مباشرة إذا تساوي 3 إذا سين للقوة 4 زائد اللي هو عندنا 4. هلا قلنا بدي دال السين، لازم أطلع دال السين. إذا كيف بدي أطلع دال السين؟ إذا عندنا بنحكي دال السين تساوي مشتقة صاد اللي هي دال الصاد على مشتقة اللي بجنبها. شو مشتقتها؟ اللي هي 12. إذا عندنا سين للقوة 3، إذا 12 إذا سين للقوة 3. وبعدين برجع إلى المسألة اللي هو عندنا هذه سين للقوة 3 مضروبة إذا في صاد للقوة 1 على 3، إذا ضرب اللي هو عندنا دال الصاد إذا على 12، إذا عندنا سين للقوة إذا عندنا 3. وبعدين بختصر بنلاحظ إذا هذه محادة بقدر أختصرها. إذا شو بضل عندي عزيز الطالب؟ إذا بقدر هنا عندنا واحد على، إذا هنا في عندي إذا هنا واحد إذا على 12 بقدر أطلعه برا، إذا واحد إذا على 12، إذا ضرب تكامل اللي هي صاد القوة 1 إذا على 3 اللي هي عندنا دال إذا عندنا الصاد. طبعا هذا المقدار إذا ويساوي إذا واحد إذا على 12 زي ما تعلمنا سابقا صار سهل تكامله. إذا صاد القوة 4 على 3، إذا 1 زائد 3 4 على 3، طبعا ضرب مقلوب اللي هو عندنا 3 إذا على 4، 3 على 4 إذا زائد اللي هو ثابت التكامل اللي هو عندنا ج. هلا بشوف إذا في اختصار الآن هون عندي، إذا عندنا ويساوي 1 ضرب 3 إذا 3، إذا 3 على 8، إذا كمان بقدر هذه أرجعها إلى صورة الجذر ما دام في عندنا أسة كسر. إذا بصير عندنا هنا إذا صاد برضو كمان نقدر نضع محلها اللي هي 3 سين القوة 4 زائد 4 بين قوسين للأس اللي هو عندنا إذا عندنا 4، طبعا هون الجذر الثالث، إذا زائد اللي هو ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم، ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. إذا سين هنا اللي هو عندنا إذا هنا مشتقة اللي هي عندنا 1 على 12، سين هنا الضرب اللي هو عندنا إذا هنا مش 1 على 2 إذا عزيز الطالب، إذا هي 1 إذا 1 إذا على إذا 1 إذا على 12 ضرب 3 على 4، يعني 3 ضرب اللي هو عندنا هنا 12 ضرب 4 إذا 48. وبنقدر نختصرها الآن هون عندنا اللي هي على الثلاثة بتقسم اللي هي 1 على 16، 16 مضروبة في الجذر اللي هو عندنا الثالث
للثلاث سين، إذا ثلاث سين قوة أربعة زائد أربعة، القوة أربعة زائد اللي هو عندنا ثابت تكامل اللي هو عندنا ج. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا لهذا المثال. ننتقل الآن كمان إذا عزيز الطالب عزيز الطالبة إلى مثال رقم اللي هو عندنا ثلاثة. إذا عندنا مثال ثلاثة، مثال ثلاثة، إذا شو بحكينا مثال ثلاثة؟ بقول لنا جد تكامل، إذا بدنا نوجد تكامل اللي هو ست سين، إذا عندنا ست سين ناقص تسعة على اللي هو عندنا سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد واحد الكل القوة ثلاث، إذا عندنا دال، إذا عندنا اس. هلا بنفس الطريقة إذا أعزائي الطلاب، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا الآن إذا نيجي للحل، إذا بنجهز المسألة بنلاحظ نقدر نرفع الأسئلة الأعلى، ست عندنا ست تعامل معه أسهل. عندنا هنا كمان ست سين ناقص تسعة، إذا سين عندنا ست، إذا سين ناقص إذا عندنا تسعة بين قوسين هذول، مضروب في إذا عندنا سين تربيع ناقص إذا عندنا ثلاثة سين زائد واحد أس سالب ثلاثة، طبعا عندنا دال، إذا عندنا اس. وبعد ذلك إذا شو بنعمل الآن؟ نفرض اللي هو عندنا صاد، لو فرضنا إذا عندنا صاد اللي هي عبارة عن سين داخل الأس سين تربيع ناقص إذا عندنا ثلاثة سين إذا زائد واحد. إذا شو بنستنتج الآن؟ أنا بدي دال السين، إذا دال السين تساوي اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على مشتقة اللي عندنا اللي بجنبها اللي هي عبارة عن اثنين سين ناقص اللي هو عندنا ثلاث. نرجع الآن إذا عزيز الطالب إذا عندنا للتكامل، إذا هاي عندنا تكامل، نقدر هنا إذا نطلع عامل مشترك اللي هو الثلاثة، إذا عندنا طلعنا الثلاثة عامل مشترك، بظل عندنا هنا اثنين سين ناقص إذا عندنا ثلاثة، ومضروبة هذه كلها في صاد للقوة سالب إذا عندنا ثلاثة ضرب اللي هي دال الصاد، إذا دال الصاد إذا على اثنين سين ناقص عندنا ثلاثة. وبالتالي الآن نقدر نختصر إذا هذا المقدار مع هذا المقدار، وبالتالي أصبحت المسألة كلها بدلالة صاد. طبعا إذا كان عندنا أي شيء مش بدلالة صاد بيكون في عندي خلل بالمسألة، لازم تحول كلها بدلالة عزيز الطالب عزيز الطالب بدلالة اللي هو عندنا صاد. هلا شو صارت إذا عندي المسألة؟ إذا وتساوي إذا عندنا تكامل إذا صاد القوة سالب ثلاثة اللي هي عندنا، وكمان في ثلاثة هون، إذا ثلاثة، إذا صاد القوة سالب ثلاثة إذا دال اللي هو عندنا الصاد. وبالتالي إذا هذه تساوي ثلاثة، إذا صاد أس سالب إذا عندنا اثنين، إذا عندنا السالب برضه كمان على اللي هو برضه كمان سالب اللي هو عندنا اثنين، طبعا زائد إذا ثابت التكامل اللي هو عندنا ج. هلا بنقدر الآن نبسط إذا هذه المسألة، إذا بنقدر نقول سالب ثلاثة إذا على اثنين ضرب اللي إيش معنى صاد قوة سالب اثنين؟ يعني عبارة عن واحد إذا على اللي هو عندنا قيمة صاد، قيمة صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع ناقص إذا عندنا ثلاثة سين زائد واحد كلها للقوة قديش هون عندي؟ القوة اللي هو عندنا اثنين، إذا زائد اللي هو ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هذا بالنسبة اللي هو عندنا لمثال اللي هو مثال رقم اللي هو عندنا ثلاثة، مثال رقم اللي هو عندنا ثلاثة. هلا راح ننتقل إذا العزيز الطالب إلى تدريبات اللي هو عندنا تدريب رقم واحد. هلا تدريب رقم واحد إذا عزيز الطالب شو بحكي لنا؟ إذا خلينا الآن نناقش تدريب إذا رقم واحد، إذا عندنا تدريب، إذا هذا أول تدريب، إذا تدريب رقم واحد، وهذا صفحة 52، إذا صفحة إذا عندنا 52.
هلا رقم واحد، إذا شو بحكي لنا، إذا عندنا رقم واحد تكامل، إذا عندنا سين تربيع مضروبة في ست سين، إذا ست سين تكعيب، إذا زائد خمسة الكل القوة ثلاثة، إذا عندنا دال السين، دال اللي هو عندنا دال السين. إذا بنفس الطريقة، إذا عزيز الطالب، إذا شو بدنا نعمل الآن الحل الآن، إذا نفرض اللي هو عندنا هنا داخل الأس اللي هو عندنا نفرض صاد، إذا صاد تساوي اللي هي عبارة عن ستة، إذا سين القوة ثلاثة زائد اللي هو عندنا خمسة، طبعا يتضمن ذلك قلنا دال السين مباشرة نقدر نكتبها اللي هي عبارة عن دال الصاد على مشتقة إذا الصاد وعلى مشتقة اللي هو عندنا القيمة الضارة اللي بجنبها، يعني دال الصاد إذا على اللي هي عندنا 18 سين اللي هو عندنا تربيع 18، إذا عندنا سين تربيع. نرجع الآن للمسألة، إذا عندنا المسألة اللي هي عبارة عن سين تربيع مضروبة إذا عندنا في صاد للقوة، إذا عندنا ثلاثة، إذا ضرب دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد على 18، إذا عندنا سين تربيع. أنا مختصر، إذا في اختصار إذا بنلاحظ، إذا في عندنا هنا سين تربيع مع سين تربيع نقدر نختصرها، إذا بظل عندنا هنا إذا وتساوي إذا تكامل، إذا صاد القوة ثلاثة، صاد قوة ثلاثة ضرب اللي هو عندنا دال الصاد إذا على اللي هو عندنا 18. هلا 18 شو نقدر نعمل فيها إذا عزيز الطالب حتى ما نتخربط؟ نقدر نطلعها خارج التكامل اللي هي عبارة عن واحد على 18، وبكامل اللي بظل عندي اللي هو عبارة عن صاد القوة قديش عندنا أربعة، إذا على أربعة، إذا زائد اللي هو عندنا ثابت تكامل اللي هو جيم. وهذا ايش بيساوي؟ ويساوي اذا 18 ضرب 4 اللي هو عباره عن 1 على 72، اذا 1 على 72 طبعا صاد نرجعها محلها اللي هي عباره عن 6 سين للقوه 3 زائد 5، اذا بين قوسين كلها هذه للقوه اللي هو عندنا 4 زائد اذا ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. هذا بالنسبة اللي هو عندنا إذا لهذا اللي هو رقم واحد، التدريب رقم واحد، رقم اللي هو عندنا فرع الأول. هلا ننتقل كمان إلى اللي هو عندنا رقم اثنين، إذا عندنا تدريب واحد، إذا رقم اثنين، إذا هذا برضه كمان صفحة 52 تدريب، إذا عندنا تدريب واحد للفرع اثنين، إذا عندنا تكامل سين زائد ثلاثة مضروب في الجذر الخامس، الجذر إذا عندنا الخامس للسين تربيع، إذا سين تربيع زائد ست سين، ست سين ناقص اللي هو عندنا أربعة اللي هو عندنا دال السين، دال اللي هو عندنا اسم. هلا كيف بدي أحل إذا هذا السؤال؟ إذا زي ما تعلمنا إذا عزيز الطالب الآن يجي الآن الحل. إذا عندنا بننزل هاي تكامل، إذا سين زائد ثلاثة مضروبة في اللي هو عندنا سين تربيع زائد إذا عندنا ست سين ناقص أربعة بس مرفوعة للقوة واحد على خمسة، طبعا هنا عندنا دال السين، إذا دال اللي هو عندنا السين. هلا بنفرض اللي هو عندنا صاد، إذا نفرض صاد اللي هي تساوي اللي هي عبارة عن سين تربيع زائد إذا عندنا ست سين ناقص اللي هو عندنا أربعة، الآن يتضمن ذلك منها شو نقدر نستنتج؟ إن دال السين شو تساوي؟ اللي هي عبارة عن دال الصاد على مشتقة اللي بجنبها اللي حكينا اثنين سين، إذا زائد عندنا ستة، اثنين سين زائد ستة. هلا بنرجع الآن، إذا بنرجع الآن إذا عزيز الطالب إلى التكامل، إذا صار عندنا التكامل عبارة عن سين زائد ثلاثة مضروب اللي هو في عندنا صاد للقوة واحد إذا على خمسة مضروب في دال السين، دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على نقدر نطلع هون عامل مشترك اللي هو عبارة عن اثنين ضرب سين زائد اللي هو عندنا ثلاثة، وبالتالي نقدر نختصر الآن
إذا هذا المقدار مع هذا المقدار، وبالتالي إذا بظل عندنا إذا ويساوي تكامل إذا صاد القوة 1/5، وكمان هون في عندنا نص، إذا نبي نطلع النص برا، إذا دال الصاد. هلا ويساوي إذا 1/2، إذا ضرب تكامل الصاد قوة 5 اللي هو عندنا 6/5، إذا ضرب إذا 5/6 زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو جيم، وهذا شو بيساوي اللي هو عبارة عن 5/12 ضرب الجذر، إذا عندنا الجذر الخامس اللي هو عندنا صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع زائد اللي هي عندنا 6 س، إذا ناقص 4. طبعا كل هذا مرفوع للقوة، قديش هون عندنا عزيز الطالب القوة اللي هو عندنا 6، طبعا هون القوة 6، إذا زائد اللي هو عندنا ج. هذا بالنسبة لسؤال اللي هو الفرع الثاني من تدريب رقم 1. هلا بنيجي عندنا رقم 3، تدريب رقم 1 فرع 3. خلينا نكتب الآن إذا فرع 3، إذا نقول لنا تكامل، إذا تكامل 10 س، إذا عندنا 10 س ناقص 5 على اللي هو الجذر الثالث، إذا عندنا الجذر الثالث للسين تربيع، السين تربيع ناقص سين إذا زائد 1، طبعا كل هذا إذا عندنا تربيع، إذا عندنا دال إلى السين دال السين. إذا نيجي الآن إذا للحل، إذا عزيز الطالب إذا عندنا الحل الآن، إذا نجهز أول شيء المسألة، إذا نبسطها نقدر هون نطلع عامل المشترك اللي هو 5، إذا بصير عندنا هون 2 س ناقص 1، وكمان هون بنقدر نحكي سين تربيع ناقص سين زائد 1 أس، إذا عندنا هون 2/3 لو بنرفعها لفوق بصير سالب، إذا 2/3 طبعا دال السين، إذا عندنا دال عندنا السين. هلا بنيجي بنفرض الآن، إذا عندنا بنفرض اللي هو عندنا الصاد، لو فرضنا صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع إذا ناقص إذا عندنا سين زائد 1، إذا قلنا مباشرة نوجد إذا دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على اللي هي مشتقتها اللي هي 2 س ناقص 1، إذا 2 س ناقص 1. وبنرجع الآن للتكامل، إذا بصير عندنا هنا إذا 5 مضروب في 2 س ناقص 1، إذا ضرب اللي هو عندنا صاد والسالب 2/3، إذا ضرب اللي هو عندنا دال الصاد إذا على 2 س ناقص 1. أنا بحاول نختصر الآن، إذا عندنا 2 س ناقص 1 مع 2 س ناقص 1 فيها اختصار، وبالتالي إذا بظل عندنا هنا إذا ويساوي تكامل اللي هو عندنا 5، إذا صاد القوة سالب 2/3، إذا عندنا دال اللي هو عندنا الصاد، إذا ويساوي إذا 5، إذا ضرب إذا صاد القوة، إذا عندنا سالب 2/3 يعني 1، إذا على 3 ضرب مقلوب الواحد على 3 اللي هي عندنا 3 زائد اللي هو عندنا جيم. وهذه كيف بقدر أكتبها؟ إذا بقدر أكتبها على الصورة 5/3 = 15، هاي 15، وكمان هو لما نقدر نفتح جذر، إذا عندنا الجذر الثالث وبنضع صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع إذا ناقص سين إذا زائد 1 زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى تدريب رقم 1، إذا التدريب اللي هو عندنا رقم اللي هو عندنا تدريب رقم 1. هلا بنيجي إلى فكرة إذا جديد إن شاء الله، إذا عندنا نناقش مثال اللي هو رقم 4، مثال رقم 4، بسم الله، مثال رقم 4 بده تكامل اللي هو عندنا هنا سين للقوة 3، عندنا مضروب في س تربيع إذا زائد 4
الكل القوة 6، إذا عندنا دال السين، دال السين. هلا هون بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، طبعا ما نقدر نضرب هذا المقدار في نفسه 6 مرات، إذا قلنا هذا بياخذ وقت بالإضافة إلى الأخطاء، وبالتالي بنحاول إذا نفرض الآن اللي هو اللي داخل، إذا عندنا الأس عبارة عن صاد، ونشوف شو بده يطلع معاي. إذا سين تربيع إذا زائد اللي هو عندنا 4، إذا بحاجة كمان إلى دال السين، هاي دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على 2 سين، إذا على 2 عندنا سين. نرجع الآن للتكامل، إذا نرجع الآن للتكامل، إذا صار عندنا التكامل اللي هو عبارة عن سين للقوة 3 مضروبة في صاد للقوة 6 مضروبة كمان في دال الصاد على اللي هو عندنا 2 عندنا السين. هلا السين إذا هنا نقدر نختصر الآن، إذا هاي السين مع الآن عندنا سين تكعيب، إذا بصير عندنا هنا إذا المسألة اللي هي عبارة عن تكامل اللي هو عندنا سين تربيع مضروبة اللي هو في عندنا صاد للقوة 6، إذا هنا ضرب اللي هو عندنا دال الصاد إذا على اللي هو عندنا 2. هلا بنلاحظ إذا عزيز الطالب إنه قيمة السين ظلت إذا بالمسألة، وبالتالي قلنا لازم إذا كل إذا لازم إذا عندنا كل المسألة إذا نقلبها بدلالة صاد، نقلبها بدلالة اللي هو عندنا صاد. طيب شو الحل يا أستاذ؟ الآن شو بنعمل؟ نرجع الآن للفرض. هلا الفرض دائما بحل المشكلة، إذا عندي بقدر الآن هنا عندي صاد تساوي سين تربيع زائد 4، بقدر أقول الآن عندنا سين تربيع إذا تساوي لو نقلنا 4 للجهة الثانية اللي هي عبارة عن صاد ناقص إذا عندنا 4، إذا صاد ناقص 4، وبالتالي بقدر أبدل الآن سين تربيع، يعني بتصير المسألة كالتالي اللي هي عبارة عن سين تربيع عفوا اللي هي عندنا سين تربيع بتضع محلها صاد ناقص 4، هاي صاد ناقص 4 مضروبة إذا في صاد للقوة 6، إذا عندنا دال الصاد إذا كمان على 2. هلا الآن نقدر نوزع صاد القوة 6، إذا نقدر نكتبها بهذه الطريقة، إذا التكامل اللي هو عندنا صاد للقوة 7 ناقص اللي هو عندنا 4، إذا عندنا صاد للقوة اللي هو عندنا 6، طبعا هون في عندنا نص نقدر نطلعها برا، إذا دال اللي هو عندنا دال الصاد، دال اللي هو عندنا دال الصاد. هلا بكامل عادي، إذا ويساوي إذا عندنا النص، هاي نص مضروبة في ناتج التكامل اللي هي صاد للقوة 8 إذا على 8 ناقص إذا عندنا 4 صاد للقوة 7 إذا على اللي هي عندنا 7، إذا 4 صاد قوة 7 إذا على 7 زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. إذا وهذا شو بده يساوي؟ نقدر كمان نكتبه إذا 1 إذا على 16، وبنضع محل قيمة صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع زائد اللي هي عندنا 4 بس مرفوعة للقوة، قديش هون عندي القوة اللي هو عندنا 8 ناقص كمان عندي عندنا 1 2، يعني يصير عندنا هنا برضو كمان سين تربيع ناقص سين تربيع اللي هو عندنا ناقص سين تربيع زائد عفوا 4، طبعا للقوة قديش عندي للقوة 7، للقوة اللي هو عندنا للقوة اللي هو 7. هلا لو نضرب الآن 2 مع اللي هذه تروح بضل عندنا هنا 2، إذا هنا هاي 2 وهنا بده يكون إذا عندنا 7، إذا زائد اللي هو ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هذا عزيز الطالب بخصوص إذا هذه المسألة اللي هي مثال اللي هو عندنا رقم مثال رقم اللي هو 4. ننتقل الآن إلى تدريب رقم 2، إذا عندنا تدريب رقم 2، إذا عندنا تدريب، إذا تدريب إذا رقم 2، وهذا طبعا وارد بالكتاب صفحة اللي هو عندنا 53، صفحة 53. هلا التدريب الأول بحكي لنا اللي هو عندنا رقم 1، إذا تكامل، إذا رقم 1 الآن، إذا عندنا تكامل سين للقوة 7، هاي سين قوة 7
مضروبة في الجذر، إذا عندنا مضروبة، إذا في الجذر التربيعي للسين القوة 4، إذا ناقص 3 اللي هي عندنا دال السين، إذا دال اللي هو عندنا السين. هلا إذا بنفس الطريقة إذا عاجز الطالب الآن بنضبط المسألة، إذا نيجي الآن الحل، إذا عندنا هاي عبارة عن تكامل، إذا سين القوة 7 مضروبة في سين القوة 4، إذا ناقص إذا 3 للقوة اللي هو عندنا أو أس نص، طبعا دال السين، إذا دال اللي هو عندنا دال السين. نيجي الآن للفرض، إذا نفرض الآن هون عندنا نفرض إذا صاد، إذا نفرض إذا عندنا صاد ويساوي سين للقوة 4، إذا ناقص إذا عندنا 3، إذا قلنا يتضمن ذلك إنه دال السين تساوي دال الصاد، إذا على اللي هي مشتقتها 4 سين تكعيب، 4 سين إذا عندنا تكعيب. نرجع الآن للي هو عندنا التكامل، إذا عندنا تكامل، إذا سين للقوة 7، إذا ضرب اللي هو عندنا صاد للقوة نص، إذا ضرب أو أس نص، إذا دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد، إذا على اللي هي 4 سين، إذا القوة 3. هلا بنقدر نختصر الآن هون إذا عزيز الطالب، إذا بنقدر نختصر الآن سين القوة 3 مع سين القوة، إذا بتعطيني هنا بضل عندي سين القوة اللي هي 4. سين القوة 4. وبالتالي الآن بتصير المسألة كالتالي، إذا تكامل اللي هو سين للقوة 4 مضروبة في اللي هو عندنا صاد للقوة نص، وهون كمان في عندنا نقدر نطلع الربع خارج التكامل، إذا عندنا دال الصاد، إذا دال الصاد. إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب في ظل عندنا مشكلة، إذا إيش المشكلة هون عندي؟ إنه صاد لسه ظاهر سين، وبالتالي برجع الآن الفرض، إذا الفرض نقدر نكتب الآن لو ودينا السالب 3 للجهة الثانية، إذا بصير عندنا هون إذا واي يساوي تكامل، إذا واي يساوي إذا عندنا تكامل، إذا عندنا صاد زائد 3، إذا صاد زائد إذا عندنا 3، صاد زائد 3 مضروبة في صاد للقوة نص، إذا عندنا دال الصاد، إذا دال اللي هو عندنا دال الصاد. هلا بنوزع الآن اللي هو عندنا، نقدر نوزع على الجنب والطرف ما في عندي مشكلة. إذا نصير عندنا صاد القوة نص زائد 1 اللي هي 3 على 2، 3 على 2 زائد إذا عندنا كمان 3، إذا 3 3 إذا صاد القوة قديش عندي؟ القوة نص، بس وأنا ما ننساش كمان إذا عندنا 1 على 4، وكمان هنا 1 إذا على 4، وإذا دال اللي هو عندنا الصاد. هلا بنيجي الآن إذا عزيز الطالب، إذا عندنا نكامل، إذا صار عندنا هنا 1 إذا على 4، إذا هاي عندنا 1 إذا على 4، بنكامل اللي جوا، طبعا نفتح قوس الآن الربع مضروبة بالكل، اللي هي قلنا صاد القوة اللي هي عبارة عن 3 زائد 2 اللي هي 5 إذا على 2، ومضروبة إذا 2 إذا على 5، إذا زائد اللي هو 3 ضرب صاد القوة 3 إذا على 2، وهون 2 إذا على 3، 2 على 3 زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. ثم نشوف إذا في اختصار الآن هون عندي، إذا واي يساوي اللي هو 1 ضرب 2 2 على 20، يعني 2 على 20 يعني 1 على 10، إذا بصير عندنا صاد، إذا صار عندنا هنا 1 إذا على 10 مضروبة في صاد القوة 5، يعني شو معنى صاد؟ يعني الجذر الخام، الجذر التربيعي لا اللي هو صاد اللي هي عبارة عن سين القوة 4، سين القوة 4 ناقص 3 بين قوسين، كل هذا للقوة اللي هو عندنا القوة 5، للقوة اللي هو عندنا 5، إذا زائد الآن إذا عندنا هنا بنلاحظ كمان عندنا 3 مع 3 هنا بتروح، وبالاثنين مع الأربعة بتروح، بضل عندنا كمان نص، إذا النص، إذا عندنا الجذر التربيعي اللي هو عندنا
سين القوة 4، سين القوة 4 ناقص 3، إذا سين القوة 4 الكل القوة اللي هو عندنا هون اللي هو تربيع، إذا القوة 3، إذا بين قوسين هذا إذا كلها للقوة اللي هي عندنا، إذا هذه للقوة اللي هي عندنا القوة 3، إذا زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو عندنا جد. هذا عزيز الطالب بالنسبة للفرع الأول من تدريب اللي هو عندنا تدريب رقم 2، تدريب رقم اللي هو عندنا 2. فلننتقل إلى كمان عندنا نفس التدريب اللي هو رقم 2، إذا عندنا تدريب، إذا تدريب، إذا عندنا 2 بس عندنا فرع 2، إذا الفرع اللي هو عندنا 2، هلا فرع 2 شو بحكي لنا هذا؟ إذا التكامل، إذا عندنا تكامل 2 سين القوة 5، إذا 2 سين القوة 5، إذا عندنا مضروبة في سين تربيع، إذا سين تربيع زائد 5 الكل القوة اللي هو عندنا 4 اللي هو عندنا دال السين، إذا دال اللي هو عندنا السين. هلا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا نفرض اللي هو عندنا صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع زائد 5، إذا يتضمن ذلك إنه عندنا قلنا دال السين ما بتساوي اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على 2 سين، على 2 سين. هلا بنرجع الآن للتكامل، إذا عندنا بصير عندنا 2 سين للقوة 5، إذا مضروبة في صاد للقوة 4 مضروبة في دال الصاد على 2 عندنا سين. هلا بنلاحظ في اختصار إذا هون عندي، إذا 2 هنا مع 2 عزيز الطالب بتروح، والسين كمان مع السين هنا بتروح، بضل عندي هنا سين للقوة قديش هون عندي؟ سين للقوة 4. إذا نرجع الآن، إذا بصير عندنا الآن إذا التكامل اللي هو تكامل سين للقوة 4 مضروب في صاد القوة كمان 4، إذا عندنا دال الصاد، إذا دال الصاد. هلا بدنا نخفي الآن، لازم برضو كمان نخفي سين القوة 4، قلنا بنرجع الآن للفرض. هلا الفرض إذا عندنا، إذا الفرض إذا عندنا عزيز الطالب اللي هو صاد يساوي إذا عندنا سين تربيع إذا زائد إذا عندنا 5. هلا لو ودينا 5 للجهة الثانية إذا بصير عندنا صاد إذا ناقص إذا عندنا 5، هذا يساوي سين إذا عندنا تربيع. أنا بحاجة إلى سين القوة 4، لو ربعنا الطرفين إذا بصير عندنا سين القوة 4 إذا يساوي صاد ناقص 5، صاد القوة 5 بس بيكون عندنا هنا تربيع. أنا الآن هاي نقدر نربعها اللي هي مربع الأول اللي هي صاد تربيع، إذا عندنا صاد تربيع بعدين 2 في الأول في الثاني، إذا ناقص اللي هو عندنا 10 صاد زائد اللي هو عندنا 25. نرجع الآن إذا وتساوي إذا تكامل إذا صاد تربيع، إذا كل هذا بنحط محلها، إذا صاد تربيع إذا ناقص إذا عندنا 10 صاد إذا زائد اللي هو عندنا 25 مضروبة في صاد للقوة 4، إذا عندنا دال اللي هو عندنا الصاد. هلا هذه إذا شو تساوي؟ موزع الآن، يعني الضرب توزع على الجمع وعلى الطرح، إذا بصير عندنا صاد للقوة 6 ناقص إذا 10 إذا صاد للقوة 5 زائد اللي هو عندنا 25 إذا صاد للقوة اللي هي 4 إذا مضروبة في دال اللي هو عندنا الصاد. هذا الآن نقدر نكاملها اللي هي عبارة عن صاد للقوة 7 إذا على 7 ناقص اللي هو عندنا 10 إذا صاد للقوة 6 إذا هذا على 6 إذا زائد اللي هو عندنا 25 إذا صاد للقوة 5 إذا هذا على 5 اللي هو عندنا زائد إذا ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. نرجع الآن كمان بنعوض محل قيمة صاد اللي هي عبارة عن سين تربيع، إذا عندنا إذا وتساوي اللي هي عبارة عن سين تربيع زائد 5 كل القوة 7 إذا على اللي هو عندنا على 7 ناقص
إذا 25 على 5 أو 10 على 6، إذا بنقدر نختصر على 2، إذا فيها 5 على 3، إذا 5 على 3 مضروبة كمان في س تربيع زائد 5 للقوة 6، زائد 5 مضروبة في س تربيع زائد اللي هو عندنا 5 للقوة اللي هو عندنا هون للقوة 5، طبعا زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا ج. هذا عزيز الطالب بالنسبة لتدريب إذا رقم اللي هو عندنا تدريب رقم 2، تدريب اللي هو عندنا رقم 2. راح ننتقل الآن كمان إلى الآن إلى مثال رقم إذا 5. راح ننتقل الآن إلى مثال رقم 5. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا مثال 5، مثال إذا عندنا رقم اللي هو عندنا 5. شوف حكينا مثال رقم 5 برضه، إذا عندنا هنا تكامل، إذا بده تكامل اللي هو عندنا س زائد 1 الكل القوة 9، إذا على إذا عندنا على س للقوة 11، إذا عندنا هنا دال الس، دال اللي هو عندنا الس. هلا كيف بدي أحل المسائل زي هيك إذا عزيز الطالب؟ إذا شو بدي أعمل؟ الآن بدي أحاول الآن إذا أفصل أو أدمجهم مع بعض الأسين، إذا ويساوي إذا تكامل الآن، نقدر نكتب الآن س زائد 1 للقوة 9، إذا على اللي هو عندنا كمان س للقوة 9 ضرب 1 على س تربيع، 1 على س تربيع، طبعا هنا عندنا د اللي هو عندنا اس. هلا س قوة 9 وكمان عندنا هنا س قوة 9، إذا حسب قوانين أسس نقدر ندمجهم مع بعض، إذا ويساوي اللي هو عبارة عن س زائد 1 على س والكل القوة 9، طبعا ضرب اللي هو 1 إذا على س، إذا عندنا تربيع اللي هو عندنا دال اس. هلا بنقدر نفصل الآن س تقسيم س بده يعطيني 1، إذا بصير عندنا تكامل اللي هو 1 زائد 1 إذا على س، كل هذا مرفوع القوة 9 ضرب اللي هو عندنا 1 اللي هي 1 على س تربيع، إذا 1 إذا على س اللي هو عندنا تربيع، طبعا عندنا دال اس. هلا شو بنعمل إذا عزيزي الطالب؟ نفرض اللي هو صاد اللي هي عندنا، لو فرضنا صاد هنا اللي هو عبارة عن 1 زائد 1 إذا على س، يتضمن ذلك الآن دال الس إذا عبارة عن ايش هون عندي؟ اللي هي قلنا دال الصاد على مشتقة اللي هو عندنا اللي هو عندنا الواحد طبعا صفر، والواحد على س اللي هي عبارة عن سالب 1 إذا على س تربيع، وبالتالي إذا هذا اللي بقدر أكتبها يتضمن ذلك إنه دال الس ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن سالب إذا عندنا س تربيع إذا عندنا دال الصاد، دال اللي هو عندنا الصاد. نرجع الآن إلى التكامل، نرجع الآن للتكامل، إذا صار عندي هنا صاد للقوة 9، إذا ضرب 1 على س تربيع، 1 على س تربيع، إذا ضرب اللي هو عندنا دال الس اللي هي عبارة عن إذا سالب، إذا عندنا س تربيع، إذا عندنا دال الصاد. أنا بشوف إذا في اختصار، إذا بنلاحظ إذا في اختصار هنا سالب س تربيع، أو عفوا مو س تربيع مع س تربيع بتروح، إذا بظل عندنا فقط اللي هو عندنا التكامل، تكامل اللي هو عندنا سالب إذا صاد للقوة 9، سالب صاد قوة 9، إذا عندنا دال الصاد، وتساوي إذا سالب إذا صاد للقوة 10، إذا على 10، إذا زائد اللي هو عندنا الجيم، وهذا شو بيساوي؟ اللي هو عبارة عن صاد اللي هو 1 زائد 1 إذا على س للقوة 10، إذا كل هذا في عندنا هنا سالب، يعني مضروب في سالب 1 إذا على 10، إذا زائد إذا ثابت التكامل اللي هو عندنا ج. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا للمثال إذا رقم 5.
مثال إذا لقد عنده عندنا خمس. هلا راح نحل إذا عزيز الطالب إذا آخر تدريب، إذا آخر تدريب رقم ثلاثة في هذه الحصة. طبعا الدرس طويل شوي، إن شاء الله راح نكمل في الحصص القادمة بإذن الله تعالى. إذا نحل آخر تدريب، إذا تدريب رقم إذا عندنا ثلاثة، إذا عندنا تدريب إذا رقم ثلاثة، إذا قلنا هذا صفحة اللي هو عندنا 54، صفحة 54. هلا تدريب رقم ثلاثة اللي هو شو بحكي لنا هون، عندنا رقم واحد إذا عندنا تكامل، إذا تكامل اللي هو عندنا اثنين سين زائد واحد الكل القوة خمسة على سين القوة سبعة، على سين القوة سبعة إذا عندنا دال السين. هلا الآن إذا نيجي الآن للحل نفس الطريقة اللي قبل شوي إذا عزيز الطالب، إذا ويساوي إذا تكامل، إذا عندنا اثنين سين زائد واحد للقوة خمسة، إذا قلنا بقسم كمان هاي بفكها اللي هي عبارة عن سين قوة خمسة ضرب سين اللي هو تربيع طبعا دال السين. هلا بدمج الآن السين مع بعضهم البعض، إذا بصير عندنا هنا تكامل اللي هو عندنا اثنين سين زائد واحد على سين كل هذا القوة خمسة ضرب طبعا واحد إذا على سين تربيع طبعا دال السين، وهذا بيساوي نقدر كمان الآن لو قسمنا سين على سين إذا بصير عندنا هنا اثنين زائد واحد على سين كل هذا مرفوع القوة خمسة إذا ضرب واحد إذا على سين تربيع إذا عندنا دال عندنا اس. هلا الآن فرضنا إذا صاد، إذا هنا فرضنا صاد اللي هي عبارة عن اثنين زائد إذا اثنين زائد واحد إذا على سين، إذا يتضمن ذلك اللي هو عندنا دال السين حكينا تساوي اللي هي عبارة عن مشتق اللي هو عندنا اثنين طبعا صفر، إذا دال الصاد إذا على على إيش هون عندي؟ على سالب واحد على سين تربيع، وهذا بنقدر نكتبه يعني دال السين تساوي اللي هي سالب سين تربيع دال الصاد. نرجع الآن للتكامل، إذا نرجع على التكامل إذا صار عنده هنا صاد القوة خمسة إذا ضرب واحد على سين تربيع ضرب دال السين اللي هي عبارة عن سالب سين تربيع اللي هي عندنا دال الصاد، وبالتالي إذا عندنا سين تربيع مع سين تربيع بتروح، إذا بضل عندنا ويساوي تكامل إذا سالب إذا صاد القوة خمسة إذا دال اللي هو عندنا الصاد، وهذا بيساوي سالب صاد للقوة ستة إذا على ستة زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم، وهذا يساوي سالب إذا واحد إذا على ستة مضروب في اللي هو قيم الصاد اللي هي اثنين زائد واحد إذا على سين للقوة اللي هو عندنا ستة إذا زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هذا بالنسبة اللي هي لتدريب اللي هو عندنا تدريب رقم ثلاثة اللي هو عندنا فرع إذا عندنا واحد. ننتقل الآن إلى رقم اثنين. إذا عندنا رقم اثنين إذا بحكي لنا اللي هو عندنا تكامل، إذا عندنا تكامل سين تربيع، إذا هنا عندنا سين تربيع مضروبة في الجذر الثالث، إذا هنا عندنا الجذر الثالث للسين القوة سبعة زائد عندنا خمس سين تكعيب، إذا خمس سين إذا القوة ثلاثة، إذا عندنا دال، إذا عندنا السين. هلا إذا عزيز الطالب إذا شو بدي أعمل الآن هنا؟ إذا عندنا الحل. الآن طبعا لو فرضنا هنا إذا بنلاحظ الآن مشتقة اللي داخل الجذر ما بتعطيني اللي برا، وبالتالي بدي أحاول الآن أبسط المقدار وبعدين بفرض اللي هو عندنا قيم الصاد. إذا هذا بقدر أكتبه عبارة عن سين تربيع بالمرحلة الأولى، إذا مضروبة في سين للقوة سبعة
سين قوة 7، إذا سين القوة إذا 7، إذا زائد إذا عندنا 5 سين القوة 3 كلها أس اللي هو عندنا ثلث، إذا دال السين، دال اللي هو عندنا السين. الآن لو طلعنا عامل مشترك إذا عجز الطالب داخل القوس، إذا بصير عندنا هنا إذا سين تربيع، إذا الآن لو طلعنا عامل مشترك إذا هنا عندنا سين القوة 3، إذا بضل عندي هنا سين القوة 4 زائد اللي هو عندنا زائد سين زائد 4 زائد 5، إذا زائد اللي هو عندنا 5، وهذه كلها للقوة قديش عندي 1 إذا على 3 طبعا دال السين، إذا دال السين. هلا الآن لو وزعنا الأس الآن بنلاحظ إذا نقدر نطلع الآن سين برا، إذا بصير عندنا تكامل، إذا سين تكعيب بضل عندنا جوا اللي هي سين للقوة 4 إذا زائد 1 زائد عفوا شو هذا العدد؟ نشطب عليها هذا على 5، إذا عندنا هذا اللي هي عبارة عن 5، إذا سين تكعيب، إذا سين تكعيب الآن عندنا سين تكعيب ضرب عندنا هنا سين للقوة 4، أوكي إذا هنا سين للقوة إذا 5 وهذا قوس صغير، أوكي. هلا الآن بعد ما الآن إذا عندنا طلعنا الآن الجذر الثالث لسين تكعيب اللي هي سين، سين ضرب سين تربيع يعطينا سين تكعيب، بظل عندنا هو سين قوة 4 إذا زائد 5، إذا القوة 1 إذا على 3، إذا عندنا دال السين. هلا بنقدر نفرض الآن اللي هو عندنا صاد، إذا صاد تساوي سين للقوة 4 زائد 5، يتضمن ذلك إنه دال السين تساوي اللي هي عبارة عن دال الصاد على إذا 4 سين تكعيب. نرجع الآن للتكامل، إذا صار عندنا التكامل إذا سين القوة 3، إذا ضرب اللي هو عندنا صاد القوة 1 إذا على 3، إذا ضرب اللي هو عندنا دال السين اللي هي دال الصاد إذا على 4 سين إذا تكعيب. هلا بنقدر نختصر الآن، إذا سين تكعيب إذا مع سين تكعيب بتروح، إذا بضل عندنا إذا و يساوي اللي هو عندنا تكامل إذا صاد للقوة 1 إذا على 3، طبعا هون مضروبة في 1 على 4 دال الصاد، وهذا صار تكاملها سهل، إذا و يساوي ربع إذا ضرب اللي هو عندنا صاد للقوة إذا 4 على 3 مضروبة في 3 إذا على 4 زائد اللي هو عندنا جيم. وبنرجع الآن إذا و تساوي إذا هذا إذا 3 إذا على 16، إذا 3 إذا على 16 وهذه كمان مضروبة في الجذر، إذا عندنا الجذر الثالث، الجذر الثالث لي اللي هو عندنا صاد اللي هي عبارة عن إيش هون عندي؟ صاد اللي هي سين القوة 4 إذا زائد 5، طبعا بس القوة قديش هون عندي؟ القوة اللي هي عندنا 4 زائد إذا ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. هذا بالنسبة لرقم اللي هو عندنا رقم 2، إذا الرقم اللي هو عندنا رقم 2. بننتقل الآن إلى رقم اللي هو عندنا 3، إذا الرقم 3، إذا الرقم 3 إذا تحكي لنا إذا عندنا تكامل، إذا التكامل اللي هو عندنا الجذر الثالث، إذا عندنا هذا الجذر الثالث لأربع سين، إذا عندنا 4 سين القوة 5 زائد 2 سين، إذا زائد إذا 2 سين تكعيب، إذا عندنا دال السين، إذا دال اللي هو عندنا السين. هلا شو بدنا نعمل؟ إذا عزيز الطالب نحاول إذا نطلع عامل مشترك إذا داخل الجذر، إذا نيجي الآن للحل، إذا عندنا لو طلعنا عامل مشترك ما دام هون في عندنا الجذر الثالث، إذا بصير عندنا هنا التكامل الجذر إذا عندنا هنا الثالث، أيضا الجذر الثالث هنا سين تكعيب، إذا عندنا نقدر نطلع 2 سين، إذا عندنا سين
تكعيب أو 2 س تكعيب، 2 س تكعيب ما تفرق. إذا عندنا إذا 2 س تكعيب إذا مضروبة في ضل عندنا قديش هون عندي اللي هي عندنا 2 إذا س، إذا 2 س للقوة إذا 2 إذا زائد اللي هو عندنا زائد 1، إذا زائد اللي هو عندنا 1. طبعا د اللي هو عندنا س. أنا نقدر نبسط إذا هذا المقدار كمان، إذا عبارة عن تكامل. نقدر نطلع الآن الجذر الثالث، إذا الجذر الثالث للاثنين وكمان الجذر الثالث للسين اللي هو عبارة عن س مضروب في الجذر الثالث، مضروب في الجذر الثالث لاثنين س تك س تربيع زائد 1، 2 س تربيع زائد 1. تمام، إذا عندنا د س، إذا د إلا عندنا س. أنا بنقدر نفرض الآن، نفرض إذا ص، إذا ص يساوي، إذا ص يساوي 2 س تربيع زائد 1، إذا يتضمن ذلك، إذا د س شو تساوي؟ اللي هي د ص، إذا على اللي هي مشتقة 2 س تربيع اللي هي 4 س، إذا على 4 اللي هو عندنا س. نرجع الآن للتكامل، إذا عندنا التكامل إذا عبارة عن الجذر الثالث للاثنين مضروبة في س مضروبة في الجذر الثالث لي اللي هو عندنا ص، هاي إذا فرضناها ص، ضرب اللي هو عندنا دال الص، إذا على اللي هي 4 اللي هي س، 4 س. الآن نقدر نختصر الآن هنا س هذا مع س، نقدر نختصرها. إذا بضل عندنا إيش هون عندي؟ إذا ويساوي اللي هو التكامل الجذر الثالث للاثنين، الجذر الثالث للاثنين مضروبة في اللي هي عندنا صاد القوة 1/3، إذا مضروبة في طبعا هو بنقدر نقسم هذا على قديش عندنا 4 اللي هو عندنا دال الصاد، وهذا بيساوي الجذر الثالث للاثنين إذا على 4، إذا ضرب اللي هو عندنا التكامل الصاد، إذا هذه صاد القوة 4/3 ضرب إذا 3 إذا على 4 زائد اللي هو عندنا ج. الآن نقدر نكمل إذا هون، إذا عزيز الطالب إذا ويساوي الآن عندنا ويساوي إذا عندنا 3، إذا 3 هون نقدر 3، إذا جذر إذا عندنا جذر الثالث، إذا الجذر الثالث للاثنين على 16، إذا نقدر نضربه مع بعض على 16، وبعدين هذا نقدر نكتب على شكل جذر، إذا عبارة عن جذر، إذا برضو الثالث هون، إذا الجذر الثالث لصاد اللي هي عبارة عن 2 س تربيع، 2 س تربيع زائد 1، إذا زائد 1 طبعا بس هون بين قوسين للقوة 4، للقوة اللي هو عندنا 4. إذا زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو عندنا ج. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا تدريب 3×3. أنا بنتقل إلى آخر إذا في هذه الحصة إن شاء الله. إذا آخر إذا عندنا سؤال بتدريب رقم 3 اللي هو رقم 4. إذا رقم اللي هو 4، رقم 4 شو بحكي لنا؟ إنه عندنا تكامل إذا عندنا بين قوسين، إذا 7 س للقوة 5 ناقص 2 س ناقص إذا عندنا 2 س الكل القوة 3، إذا عندنا د س. طبعا هون إذا عزيز الطالب كيف بدي أتعامل معها؟ بدي أحاول أطلع عامل مشترك، إذا ويساوي إذا تكامل اللي هو العامل المشترك اللي هو س هون، إذا س وبعدين بفتح قوس شو بضل عندي هنا؟ 7 س للقوة 4 ناقص إذا عندنا 2، ناقص 2 بس الكل هذا كله مرفوع للقوة 3، إذا عندنا دال س. هلا بنقدر نوزع الأس الآن، إذا صار عندنا هنا س للقوة 3 مضروبة في 7 س للقوة 4 ناقص 2 للقوة اللي هي عندنا 3 دال س. أنا وزعنا الثلاثة إذا عزيز الطالب، إذا وزعنا الثلاثة هون على السين ووزعنا الثلاثة كمان على الأس.
هلا الآن إذا واي يساوي الآن نقدر نفرض الآن عندنا صاد، إذا صاد تساوي 7 سين للقوة 4 ناقص إذا عندنا 2، إذا يتضمن ذلك إنه دال السين تساوي اللي هي دال الصاد على اللي هي 28 إذا سين تكعيب، 28 سين إذا عندنا تكعيب. إذا نرجع الآن للتكامل، إذا صار عندنا التكامل إذا سين للقوة 3 إذا مضروبة في صاد للقوة 3 إذا ضرب اللي هو عندنا دال الصاد إذا على إذا 28 إذا سين إذا عندنا تكعيب. وبالتالي نقدر نختصر الآن إذا سين قوة 3 مع سين قوة 3 بتروح، إذا بظل عندنا هنا إذا التكامل إذا صاد القوة 3 إذا دال الصاد طبعا هنا على 1 على 28. هلا بكامل إذا هذا إذا وتساوي إذا 1 إذا على 28 إذا ضرب إذا صاد القوة 4 إذا عندنا على 4 إذا زائد اللي هو عندنا جيم، ويساوي هذا إذا 1 إذا على إذا الواحد الآن لو ضربنا 28 ضرب 4، 28 ضرب 4، 4 8 32، 4 ضرب 2 8، 8 3 اللي هي عبارة عن 11، يعني 112، إذا عندنا 112، إذا 1 على 112 ضرب طبعا صاد الآن نرجعها اللي هي عبارة عن 7 س للقوة 4 ناقص 2 كلها للقوة 4 زائد إلى ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.